عيد ذاته التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف التقى عددا من ممثلي المعارضة السورية في جنيف. وقالت الخارجية الروسية إن ممثلي المعارضة أشادوا بالجهود الروسية لضمان تنفيذ بيان جنيف بمراعاة حقوق ومصالح المواطنين السوريين كافة. وجرى التأكيد على ضرورة إطلاق عملية تسوية بأسرع ما يمكن ومن دون شروط مسبقة، وذلك عبر الحوار الوطني السوري. ميخائيل مارجيلوف رئيس لجنة الشؤون الدولية قال إن القوة الكبرى في المعارضة السورية هم الجهاديون آكلو لحوم البشر. وأشار مارجيلوف خلال اجتماع في مجلس الاتحاد الروسي إلى أن عواقب الدعم بالسلاح لهذه المجموعات هي أنهم سيستخدمونه حتما لأنهم يحصلون عليه في المقام الأول، معتبرا أن الأوان لم يفت بعد من أجل حل الأزمة في سوريا بالسبل السياسية. وزير